كابتن مصر، دي مسابقة لدورة رمضانية أقامها نادي هليوبلس لخماسيات كرة القدم. الدورة دي السنة دي بتقام تكريما للكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكورة السابق الله يرحمه طبعا، وطبعا بيشارك في البطولة دي 8 فرق فوق 40 سنة من أندية مختلفة أبرزها صفين وبعض الفرق، ولقينا إقبال كبير جدا والناس تحمست معانا، والحمد لله يعني إن شاء الله نقدر إن احنا نطلع ببطولة جيدة ونرجع لبطولة هليوبلس الرمضانية أيام مجدها يعني زي زمان إن شاء الله. فرق كتيرة قوي مشاركة، جهات كتيرة قوي ممثلة في اتحاد الكورة جاية بتمثل في هذه الدورة، فرق كتيرة قوي، ناس حابة، الناس كانت مستنية الدورة زي ما حضرتك بتقول بعد غياب، فالناس اللي كانت بتشارك فيها ومتعودة إنه ده جزء من البرنامج اليومي بتاع رمضان بعد الفطار الدورة الرمضانية بتاعت هليوبلس جاية النهاردة. نادي مكرس كل إمكانياته، موضمنا الملعب، الجمهور، المدرجات، جوائز متميزة جدا، في رعاة متميزين جايين البطولة، كل ده هيخلق جو من بطولة متميزة إن شاء الله السنة دي. يشارك في البطولة 8 فرق فوق سن 40، أبرزهم من أنديات الأهلي، الزمالك، هليوبلس والصيد وعدد آخر من الأندية، حيث تقام البطولة على كأس الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق والملقب بصائد البطولات والإنجازات الكروية. الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر كانت الحقيقة امبارح ليه تصريحات على هامش استعدادات المنتخب.